المشكل ديالي ولدي ضربوه في شريف شهر 10 ضربوا المجرم ديال ضربوا طرافيش بحالة الورشة ديال الصباش حروش ضربوه داو ما ضربوه مع الجوج ما عيطوا ليا حتى وراه صارت العشاء من عيطوا ليا وراه صارت العشاء عاد عيطوا للدري العظيم التليفون ديالي المعلم ما عيطش ليا انا ولدي عيط للدري الاخر ما عرفش ما يعرفهمش العريض داو مع الجوج داو حتى مع داو الرازي ديال برشيد من برشيد داو الستاج خيطوا بدون اشعه وجابوا حطوه بغاو يلوحوا في الساعه هذه ما بغاش مولا بيلانس جابوه ردوه الحانوت وخلوه ما عيطوا هو تا راه صارت العيشه من جابوه قالوا الحقيقه هو دار المجرم طورنا في وهربوه وتقادوا على كلمه وحده وخلوه في الحانوت مطروش تما جاو خوك قالوا نضربوا الفخدو من جا الفخدو جينا الصباح دينا الطبيب الحاج عند السبيطار مات ما تقربوا الحق ما جا لهم قال جا قال لي حددني بوت لي ضرب قال لي يجري طوال في الدوسي غير دجاجه ويجري طوال دابا نحسبوا يضربوا وكاين معاه الناس اللي محرشين ولاد ولد عمي ولاد خويا جوج واحد من الدوار على برا شد كيهدونا دابا كيجيو حدا الدار يشكرو ويفشلوا ولدي الطوموبيل يقول غنحي نحي ليه الطوموبيل وغادي نتابعوكم واحد بواحد انا اللي درتو في الاول ديرو في الثاني غادي يضربوه دابا كنضم جلاله الملك والاسره العلويه المستمعين الكبار تعاونوا معايا وبينوا الحق ديال ولدي مول الحانوت مول الورشة شدو دوزات ايام والمجرم ضرب ولدي دوز شهر وخرج وهذا هو ماشي حق هذا وكيهدوا هادو ولادي بالقش وقالوا كاينه عاد مخازينه خرجوا من الدار ولا غنتابعوا واحد بواحد باش القتل وكيجيو يجيبوا المشاويدين وطرحوا الدار ورشوني وانا ولادي خدامين ما غاديش نعاند مع الناس اللي خدامين ماشي من معقول كنطلب من المسؤولين هما يبينوا الحق ديالي ومول الورشه خرج على ثلاث ايام قاتل وحاضر وخرج على ثلاث ايام وقال لي ما معناش مسؤول به انا خدمت خدمتي وما خرج لا تعويضات ولا جزاء واللي دار اللي قاتل دوز ثلاث شهور وخرج تغدى هو وياه وكلوا وشربوا وقعدنا خرج جابوا ضربوا ضربوا عبد الجلاميه وباش مجرم بنطلق المحققة وداروا طايح على جاجة وانا عادي تشريح وولد خويا حدد ولدي من امس ما مشيت شكيت بيهم عند وكيل الملك ديال رشيد لان هي جناية وردوها جنحية هو بطولة ابتدائية من بعد مشيت شكيت بيهم عند الوكيل الملك ديال رشيد في ابتدائية قال جاي هاد العيالات انا غادي ما فاتوش غادي نحيد لهم نحيدوا الراس ديالهم وغادي نتابعهم واحد واحد ولكن بيض البو شنو دار بنت مات شنو تعدل عليه انت بغيت حط يلعب والو نحشي بيه يضربو وكيهدوني باش نهرب من دار ولدي ساعة كيهدوني ورشو فيا انا ولادي ويوميا كيهدوني ولدي خدام في المطار مسكين توقعوا الدنيا حتى في المطار في الطريق وليت غادي حاضي نغيط في التليفون الصباح والعشية اي وقت من الطريق كنزيد كل نغوت ليه كل قسمين كنغوت ليه واش شبكوا عليه الدنيا كاملة غادي نتابعكم واحد واحد وقطع واش دير ومتابعين هما مش مجرمين في القبيلة وحرشوا علينا الدوار كامل قلبوا علينا كامل بأنه قال لك كاين عندنا خزينة انتم المسؤولين وجلالة الملك هو الاجتماع هما يدوا لي الحق ديال ولدي واخذوا لي الحق ديال من المجرمين هذا